جريء فعلا يا دي لا فيغا. يرشح نفسه للمنصب ضد الرئيس. أرى أنكم لم تواجهوا أي مشاكل في جمع المساهمات من المؤيدين لي. لقد ضغطنا عليهم قليلا إذا كنت تفهم قصدي، ولكن كل شيء في شكل قانوني. جيد، هذا الدعم سيساعدني كثيرا في حملة انتخابي، واليوم سأقابل إحدى أغنى المستثمرين في العالم كله، والتي أعتقد أنها ستساهم بكرم لي ولمشواري السياسي. طبعاً السيدة غلوريا شيفيلد، مديرة شركة شيفيلد للإلكترونيات. بذلت مجهوداً ولكنني استطعت إقناعها بنقل مقر الشركة إلى مدينتنا، وطبعاً بصفة العمدة عرضت عليها عرضاً مغرياً جداً في المقابل. تعني أنك بعت لها المدينة لمصلحتك الشخصية. حان الوقت الآن لتزوروا منافسي في الانتخابات. أوه، ومن هو يا رئيس؟ يجب أن تغير اسمك لسيد غبي. أليخاندرو دي لا فيغا يجب أن يعرف خطورة ما يفعله الآن. يجب أن يتذكر آخر مرة حاول أن يرشح نفسه ضدي، وأن يفهم حجم خطئه إذا ظل في هذا السباق. ليس من أجله فقط، من أجل أي شخص يؤيده. أبي يجب أن يؤلف كتاباً في السياسة القذرة. يبدو أن المنشورات كلها نفذت، ولكن لا تقلق، أرسلت دييغو وبرناردو لإحضار المزيد من المنشورات. أنا مذهول، فدييغو يعمل بجد منذ أن عرف أنني سأرشح نفسي. بصراحة أنا لم أتوقع ذلك. الفتى لديه مواهب دفينة. هيا يا أخي لنأكل شطيرة واحدة، أنا جوعان. نعم أعلم أننا تأخرنا، ولكن يجب أن أجمع قواي احتياطياً حتى لا يحدث شيء كهذا. أرجو أن يخفي صوت المحرك صوت الجوع في معدة زورو. حسناً اسمعوا يا مغفلون، هناك مرشح واحد فقط في هذه الانتخابات، فهمتم؟ افهم هذا أنت أيها الغبي الأحمر. اقتلوا هذه العجوز الحمقاء. لا، قل وداعا لمستقبلك السياسي. يجب ان تخرج من المنافسة للابد. من الافضل ان تعودوا لسيدكم وتساعدوه في جمع اغراضه، فالمدينة ستنتخب عمدة جديدا. كيف عرفت اننا رجال العمدة؟ لا أعرف، ولكن غير مهم، هيا نقتلها. إنه زورو. أرجو ألا أكون قد تأخرت. جئت في موعدك يا زورو. أمسكوه. من هنا. وأنا أيضا. نحن مدينون لكما. أين زورو؟ سؤال جيد، فهو دائماً يودعنا. ربما قرر أن يلقن اللصوص درساً آخر. حسناً، من الأفضل أن أذهب. هاي انتبهي. واو، أنت الصوت الوردي؟
تخمين جيد يا عبقري، بعد إذنكم. ماذا حدث؟ العمدة أرسل رجاله ليجبرني على الخروج من المنافسة. نعم، ولكن ديلا فيغا لا يمكن إخافاته. هيا الآن لننظف المكان، واضح أن المنافسة غير شريفة. طبعاً زورو يستطيع الرد وبقوة على هذا العمدة المحتال مارتينيز. أعلم هذا، لا يمكننا النزول على قدر الثعبان، ولكن هذه أمنية لسيدة عجوز. سيداتي سادتي، أنا متشرف جداً لأقدم لكم إلكترونيات شيفيلد، وأقدم لكم المؤسسة والمديرة السيدة غلوريا شيفيلد. شكراً يا سيد مارتينيز، كما ترون جميعاً إن مقر شركتنا الجديد ما زال تحت الإنشاء، ولكن بسرعة جداً سينتهي ويتشرف بآلاف العمال من مدينتنا الجميلة. ولهذا السبب حاولت أنا عمدتكم أن أجعل شركة شيفيلد للإلكترونيات تتأسس في مدينتنا. تريدني أن أحدثهم عن وعدك لي؟ اهدأ يا عمدة، إنه سرنا الصغير، إلا إذا لم تدفع طبعاً. سيدي العمدة، هل تعلم أنه تم الهجوم على منافسك أليخاندرو دي لا فيغا في مقره من ساعة؟ نعم، والشرطة أخبرتني أن هذا الهجوم كان من موظفي شركة أليخاندرو دي لا فيغا الغاضبين. واضح أنهم سئموا المعاملة السيئة وقلة الخدمات، مما يطرح سؤالاً إذا كان هذا هو أسلوب دي لا فيغا في شركته الخاصة، ماذا سيفعل؟ هل تصدق هذا اللص الكاذب؟ هذا غير مهم من الآن، لقد قررت الانسحاب نهائياً. ماذا؟ لا يمكنك ذلك. دييغو، أنت لم تكن هنا ولم ترى ما حدث، لذا لن تفهم قراري. أنا لن أستمر بالمخاطرة بحياتي وحياة من حولي. لكن هذا ما ستفعله بالضبط إذا تركته يفوز. اسمع، سيضع برناردو أجهزة أمن هنا وفي المنزل. أرجوك يا أبي لا تنسحب، المدينة تحتاج إليك. هيا يا رجال، قولوا لمرشحكم ألا يستسلم. شكراً. هذا فعلاً شرف لي، وإذا كنتم مستعدين للقتال فأنا معكم. أرجو ألا ينتهي هذا بمصيبة. دعني أقولها لكم بشكل آخر حتى تفهمه عقولكم الغبية، إذا خسرت أنا خسرتم أنتم، إذا لم يتم انتخابي ستصبحون بلا عمل. إذن ماذا ستفعلون الآن؟ أنا أعلم، نجعل دي لا فيغا يختفي للأبد. أعطوا الغبي نجمة ذهبية. أخيرا نجمة. لقد فاتني اليوم الغداء والعشاء، ولكن لا شيء الآن سيمنعني عن هذا الطبق. لا تقل هذا، سيارة أبي تتحرك؟ ظننت أنه سيبقى بالمنزل، ربما ذاهب إلى المكتب، لكن ليس وحده. مرحباً. سيدة ماكالستر، هل ترسلين الأوراق بدلاً مني؟ أحاول، ولكني أريد التحدث إلى دييغو فوراً من فضلك. أعتقد أنه خرج، ربما في حفل ما. سيدة ماكالستر، ماذا يحدث؟ هل أنت بخير؟ أجيبيني. تحاول اللعب معي؟ أنا أعرف هذه الشوارع مثلما أعرف يدي. وداعي. جئت متأخراً يا زيرو. أهلاً يا زورو، هل تستمتع بضوء القمر؟ لا وقت لهذا، يجب أن نلحق بهم. أنا كنت فقط لا! زورو، لا! ستسقط أنت أيضاً!
جئت في وقتك يا أنسة. تماسكي، تماسكي أنت. اقطع الحافي. هل أنت بخير؟ أين؟ إنه آمن في المنزل، لكن أعتقد أن كتفي خلعت، تحركت من مكانها. لنأخذها إلى المستشفى. اذهبي أنت، إن عملي لم ينتهي هنا. أجل العمل حتى تهدأ قليلاً. أنا بخير يا بني، أرجوك احرس السيد أليخاندرو. العمدة تمادى جداً هذه المرة. مارتينيز سيدفع الثمن، تذكر كلامي. احذروا يا أولاد، سأعتاد على هذا. إفطار في الفراش وتقومون بخدمتي بأنفسكم، ما أجمل هذه الحياة. أنت تستحقين هذا. آسفة جداً على ما حدث للسيارة، كنت سألقن هؤلاء الأوغاد درساً لو لم ينفجر الإطار فجأة. المهم أنك عدت بالسلامة. كنت أتمنى أن أشكر زورو بنفسي على مخاطرته بحياته. أوه، أنا واثقة أنه يعلم ذلك، وأراهن أنه سيوافق على قرارك الجديد. قرار؟ سأخرج من المنافسة، أعلم ما ستقوله لي. أنا سعيد. حسناً، جيد، ولكنني ظننت. لم أكن أفهم شيئاً، كنت أظن أنك تشعر بالخوف علي. لم أكن أفكر في باقي العائلة، لا شيء يساوي حياتهم أو حياتك يا أبي. حسناً، سأفعل ذلك. عندي مؤتمر صحفي، وبمجرد أن أخبرهم بخروجي ستكونون جميعاً في أمان. أبي، كنت ستصبح عمدة عظيماً. شكراً يا بني. كم أكره أن يفوز مارتينيز ورجاله مرة أخرى. عظيم، لابد أنك سعيدة لأن رجال والدك أجبروا والدي على الانسحاب. لا يا أخي، جاء الوقت لتعرف حقيقة أبيها، اللص المحتال عديم الضمير. دعه يا برناردو، أنت لن تصدقني، لكني حزينة لأن والدك لن يكون العمدة. ماريا مارتينيز ابنة العمدة، صحيح؟ نعم. أنا جاك شيفيلد ابن غلوريا شيفيلد. هذا دييغو دي لا فيغا وبرناردو. ماذا؟ إنه ابن المرشح السابق. أنتما فعلاً صديقان؟ نحن نعرف بعضنا منذ وقت طويل جداً. إذن أنت التحقت بجامعتنا؟ ظننت أن شخصاً مثلك ملتحق بجامعة كبيرة ويدرس هندسة الإلكترونيات. أنا؟ طبعاً لا، الجميع يظن بما أن أمي تدير مملكة تكنولوجيا لابد أن أعمل مثلها، ولكني مجرد غبي أحمق يكره الأجهزة. هذه سيارتي، فرصة سعيدة جداً. إذن ماريا، سنرتب لقاءً لتناول العشاء معاً لنحتفل بإعادة انتخاب والدك. هذا الغبي الفاحش الثراء. إذن أمي، متى ستفجرين القنبلة إذن؟ قريباً جداً، سأعرف بالضبط بعد موعد القادم. أسرع، لا أريد التأخر. آسف يا سيدتي، لا يمكنني ذلك، فالشارع مزدحم جداً. هو لا يستطيع، ولكني أستطيع. لقد اقتحمت معظم أجهزة الحاسب في المدينة، لذا التحكم في المرور شيء سهل. حسناً، هذا سهل. من الآن فصاعداً الإشارة خضراء. هو نعم، هذا سهل بالنسبة لي. أنا سعيدة جداً لانضمامكم لي اليوم، هذا اختيار صائب. لا أعلم بأمر باقي الرجال، ولكني لم أقرر شيئاً حتى الآن. دعني أقرر لك إذن. لا أفهم كيف لن تأتي معي، غلوريا شيفيلد أقامت الحفل على شرفي. أسف يا أبي، إن مزاجي متعكر. أولاً لم تساعديني في تنظيم الحفل، والآن هذا. أشك في أنك تريدين إعادة انتخابي. شكراً جزيلاً على الوردة. لا تشكرني، أشكر الصوت الوردي، فصدقني أنا وهي لن ننتخبك. تريد أن تعرف وجهتي؟ حسناً، أنا أتبع سيارة العمدة ولا أعرف إلى أين أنا ذاهب بعد ذلك. سأعاقبه بشدة على ما حاول فعله بأبي، لكن هذا بلا جدوى، لذا قررت أن أرى إلى أين هو ذاهب. ما زلت لا أفهم ماذا تفعلون هنا، ف
فأنتم لستم مدعوين إلى عشاء سيدة شيفيلد. لحظة، هذا ليس الطريق لسيدة شيفيلد. نعم، فهي أمرتنا أن نأخذك إلى اليخت الخاص بها. ماذا؟ أنتم لم تقابلوا شيفيلد أبداً، كيف عرفتم ذلك؟ أريد أن أعرف ماذا يحدث هنا. أين إيتشي؟ إنه إيتشي مرتبط بموعد. ما هذا الصوت؟ هذا أسهل من اقتحام شبكة إشارات المرور. أين نحن؟ ما معنى هذا؟ نحن نستقيل. وداعاً يا غبي. أنا محبوس، النجدة، فليساعدني أحد. ما الذي يحدث؟ إيتشي؟ الرجال باعوك للسيدة شيفيلد. هؤلاء الرجال الملاعين. لا أصدق ما يحدث. أهلا سينيوريتا. العمدة، إنه محبوس والرجال مسيطرون على الكوبري. افعل أي شيء. لماذا؟ لأنه إذا تركناه لن نكون أفضل منهم أبدا. للأسف معك حق، لابد أنهم تحكموا بنظام تشغيل الكوبري. سنجد طريقة لنبطل هذا. ليس أمامنا وقت. لحظة، لا يمكنك. إعصار خارج السيطرة. ماذا ستفعل الآن؟ النجدة، النجدة، ساعدونا. لا أريد أن أموت. لا لا لا. السيطرة على أجهزة الحاسب فرصتنا الوحيدة. إذن اهدأ يا سينيوريتا، العمدة محظوظ أكثر مما يستحق. تمت حقا، ولكن كيف؟ حسنا، أنا فقط. ليس أنت، رجال العمدة. أنا لا أعرف كيف استطاعوا التحكم في جهاز الحاسب بهذا الشكل. إنه ليس أسلوبهم. معك حق يا سينيوريتا، الأمر يتطلب عبقريا في أجهزة الحاسب. مستحيل، أحدهم طردني من الشبكة. هؤلاء الرجال الملاعين. أولاً يحاولون قتلنا، ثم يسرقوننا. وكنت أعتقد أنك شرير. هذه سيدة شيفيلد تفوق قدرتك بمراحل. لا أحد يتفوق علي، ثق بي. ستدفع الثمن غالياً. لقد سئمت نقل أموال حملة العمدة الانتخابية، أولاً للعمدة وبعد ذلك للسيدة شيفيلد. إذن ربما جاء الوقت لنأخذها منك. يبدو أن رجال العمدة يعملون الآن لدى السيدة غلوريا شيفيلد، مما يفسر حادث التحكم في نظام الكوبري. هذا صحيح، نحن نستحق الترقية، وأنتما ستموتان. فجرهما الآن. شكرا يا سينيوريتا. إن عددهم كبير، ماذا سنفعل الآن؟ لحظة يا صديقتي. هيا يا إعصار، انطلق. إنه جذاب فعلا. لا أعتقد أن مالها سيكفي، فهي ستدفع ثمن هذا. كل هذا المال للحملة ولا يوجد مرشح آخر أمامه. لست متأكداً من هذا يا سينيوريتا. كما ترون جميعاً، العنف يسيطر على المدينة، بالإضافة إلى ما حدث أمس من مشكلة في التحكم في الكوبري. واضح أن مدينة بويبلو على شفا الانهيار وتحتاج إلى قيادة من نوع جديد، ولهذا قررت ترشيح نفسي لمنصب عمدة المدينة.
لا أصدق، يبدو أن زورو ينتخبك يا ريس. لن ينتخبني، وهو أيضاً ضد غلوريا. حتى هذا المغفل يرى الشر في غلوريا شيفيلد. أنت رأيت ماذا يمكنها أن تفعل بمالها وتقنياتها، وإلى أي مدى ممكن أن تتمادى، بالإضافة أن المال كان من حقه منذ البداية. قرارنا كان صائباً. لا، ليس القرار الصائب، ولكنه أفضل منهما. إنه أسوأ من الفيروس، دائماً يدمر خططنا. مجرد عيب بسيط يمكننا إصلاحه بسهولة. لا تقلقي يا أمي، لدي خطة لكشف هويته. بمجرد معرفة من هو سأمحوه. هذا الزورو. أنا اسمي غلوريا شيفيلد، وأرشح نفسي لمنصب عمدة المدينة. ستسألون أنفسكم لماذا تهتم بنا سيدة أعمال ثرية تملك شركة تقدر بالملايين؟ لأن هذه المدينة العظيمة تستحق الأفضل. حان وقت التغيير. العمدة مارتينيز يسمح للجريمة بالتفشي. معك حق يا سيدتي، نحن نعرف ذلك لأننا كنا نساعده. لقد كانت أياما جميلة. نعم، ولكن السيدة بليونيرة تدفع لنا أكثر، لذا ستكون الأيام أجمل من السابق. هل سيحيا أهل هذه المدينة في رعب دائم؟ هذا الرعب أفضل من أيامك إذا نجحت أنت. لقد تحديت العمدة مارتينيز ليذيع المناظرة، ولكنه رفض مواجهتي. اسألوا أنفسكم لماذا؟ لأنه محتال وليس أحمق. سأكون سعيداً بمناظرة الخصم، ولكن بعد أن تعترف أن حملتها الانتخابية مبنية على الكذب وتزييف الحقائق. أهل المدينة يعرفون أن كلمتي واحدة لا تتغير. قائد يستطيعون الوثوق به، عمدة له خبرة مثبتة. ربما، ولكن لدينا بعض المفاجآت التي لم تعرفها بعد سيدي العمدة. أنا في الموقع وسلاحي جاهز في يدي. لا تضرب، لدينا طريقة أفضل لإهانة العمدة. جاهز يا بني؟ نعم، لقد دخلت على النظام الحاسب الخاص بهم وفي انتظار الأوامر. هيا. ماذا يحدث؟ هذا ما أسميه لعبة ممتعة. أبطئ قليلاً، ما الذي تفعله؟ يجب على زورو التدخل الآن. ماذا تفعل؟ أهرب. لحظة، لا يمكنك تركي هنا. راقبني. شكرا لاهتمامك أيها اللعين.
أين الطيار؟ أنا أنظر إليه. لدينا مشكلة يا أخي. تريد أن تراهن أن شيفيلد هي وراء ما حدث الآن؟ ليس زورو ثانية. أتذكر ما حدث المرة الأخيرة؟ لا تسمح له أن يجعلك كالأحمق ثانية. مستحيل، هذه المرة سيهزم زورو. لا تستجب. تم التحكم بها عن بعد. هذا أفضل كثيرا. لقد قطع التحكم وسيطر على الطائرة ثانية. ربما تقصد يا عزيزي أنك فشلت ثانية. سيد كازار، هل الطائرة في مرمى بصرك؟ والصحافة لا تراك؟ جيد، استعد للتصويب. لقد فعلتها، نحن بأمان الآن فقط. متأكد من هذا؟ انتظر، ماذا تفعل؟ أصوب على المحرك الآخر. وكيف سيساعدنا هذا؟ أنت الأفضل يا رجل، هيا صافحني. أقصد بهذه اليد. سأفعل، ولكن بعد أن نسقط. هل قلت أن نسقط؟ سعيدة لرؤيتك يا زورو. إلى أين؟ إلى قصر العمدة من فضلك. ألا يكفيه كل ما يحدث له؟ أنا أقصد أنه ليس قديساً، لكن إذا فازت جلوريا سيكون أسوأ شيء حدث لمدينتنا. معك حق في هذا، لكن ربما من الأفضل ألا نجعل الطائرة تسقط على أهالي المدينة. مرحباً، هل نسيتموني؟ أنا هنا. ليس ثانيةً، لقد سئمت زورو والصوت الوردي. اهدأ قليلاً، لقد أصبنا الطائرة ومارتينيز سيتحمل اللوم عليها. ثق بي، ستتاح لك فرصة أخرى لتدمير زورو قريباً، وهذه المرة سأتأكد بنفسي ألا تفشل. للمرة الأخيرة يا غارسيا، أين طائرتي؟ انسى الأمر. يكفي سخرية من العمدة يا جاك. حسناً، ولكن طائرته هوت كالذبابة المقتولة. تخيلوا هذا. ياه يا جاك، وهل فكرت في هذا بنفسك أم ساعدتك أمك؟ أنا أعترف أنها أفضل عقل في العائلة. أنا متأكد أنك أذكى مما تدعي يا جاك. ذكي بما يكفي لأعرف أن والدها سيخسر يوم الثلاثاء. إلا إذا علم أهل المدينة أن أمك محتالة أكثر من والدها. هيا يا جاك، لنذهب من هنا. حسناً، لماذا أضيع وقتي مع الفاشلين؟ ياه، لم أتوقع أبداً أنك ستدافع عن أبي يوماً ما. هي، أعلم أن والدك ليس قديساً، ولكن إذا فازت جلوريا شيفيلد سيكون أسوأ شيء حدث للمدينة كلها. أين سمعت هذا من قبل؟ ها؟ لحظة واحدة. المكان خال؟ نعم، المكان ساكن كالمشرحة. أحلاما سعيدة يا رفاق. تريدين مساعدة يا سينيوريتا؟ ليست المرة الأولى ولا الأخيرة، أتمنى ذلك. ألعابك دائما تبهرني جدا. هذه الأغراض ملك للمتحف، أنا لا أفهم. لقد فهمت للأسف، إنه فخ. لقد وضعنا أنفسنا في مأزق هذه المرة.
أرجوك لا تتحركي يا سينيوريتا. لقد ظننت أننا سنرقص سويا. ربما في يوم ما. لقد أحسنت يا زورو، لكن يجب أن تحلق ذقنا. هل سنذهب الآن؟ لا أصدق هذا، تدمير هذا الرجل أصعب مما تخيلت. للأسف زورو وصديقته أذكى مما توقعناه بكثير، لذا يجب أن تصب كل تركيزك على معرفة هويتهما. هل انتهيت من برنامجك؟ نعم، إن برنامجي تطور لبرنامج بصمة العين الأمني، لذا الآن سأدخل على شبكة رخص القيادة، والبرنامج سيفعل الباقي. سيأخذ وقتاً طبعاً ليبحث ملايين السائقين. فلتبدأ إذن يا عزيزي الآن. حاضر يا أمي. كل يوم تواجه مدينتنا أزمة جديدة، عطل في الكباري، عطل في إشارات المرور، أعطال كهربائية في المدينة. نعم، هذا بفضلك يا سيدتي. أسوأ حادث على الإطلاق، طائرة العمدة الشخصية تدمر نصف المدينة. يجب أن تتوقف عن الاختباء يا سيد مارتينيز وتوافق على مناظرتي، ما عدا طبعاً إذا أردت أن يظن الناس أنك تخشى ذلك. حددي المكان والزمان أيتها المحتالة. سأكون موجودة في مبنى التلفزيون الليلة في 7 بالضبط، وحينها سنعلم جميعاً معدن العمدة مارتينيز. أوه يا أبي، ستفسد هذه المناظرة. أهلاً بكم في المناظرة بين المرشحين لمنصب العمدة غلوريا شيفيلد وهوريس مارتينيز. والآن السيدة غلوريا شيفيلد ستبدأ بالكلام أولاً. شكراً. تعلمون يا أصدقائي، ليس هناك تكافؤ في هذه المناظرة أبداً. أولاً تطلب السيدة مناظرة علنية، ثم تستسلم قبل أن نبدأ. أنت لم تفهم كالعادة. لا يوجد تكافؤ في هذه المناظرة لأن الأدلة ضدك قوية. كل شيء في المدينة على شفا الانهيار، صندوق المال فارغ، وأكثر من 50 مليون دولار من الضرائب غير مسجلة. كيف تفسر هذا يا سيدي العمدة؟ لن أفسر ذلك طبعاً لأنه غير صحيح. أنا متأكد من أن أهل مدينتنا يعرفون أنني رجل محترم يحترم كلمته وفي غاية النزاهة والشرف. أتنكر أن شبكة الكهرباء محملة بأكثر من طاقتها وفي لحظة واحدة؟ المزيد من الكذب والهراء. استعد للمزيد من الهراء أيها العمدة الغبي. حقيقة الأمر، ما الذي يحدث؟ الكهرباء انقطعت. هذا يلخص كل شيء. أراك لاحقاً. انتظري، نحن لم ننتهي. الطاقة متذبذبة جداً. لقد رأيت ما يكفي. وأنا أيضاً. لا أصدق ما يحدث. أنت أنقذت حياتي. لم أفعل بعد. لا يوجد أحد هنا؟ نعم، الجميع خرجوا بسلام. جيد، اصعدا. لا يمكنك أن الآن. هيا يا سينيوريتا. يجب أن أشكركما. لا تفعل يا سينيور، الأمر لم ينتهي. زورو محق، مؤكد أن غلوريا شيفيلد ستستمر بتدمير المدينة حتى انتهاء الانتخابات غدا. هل تقولان إنها وراء التدميرات التي تحدث؟ طبعا هي. لقد فهمت كل شيء الآن. نعم، فعقلها مريض جدا مثلك. يجب أن نوقفها قبل أن تفوز غدا. لا، يجب علينا أن نوقفها قبل أن تؤذي أهل المدينة الأبرياء.
وأثبتت التحريات أن حريق أمس سببه قصور في شبكة الكهرباء. وحتى يوم الانتخابات حوادث مماثلة تحدث في المدينة، وصلتنا تقارير عن مشاكل في إشارات المرور تتسبب في الحوادث. القطارات تقف وتحبس الركاب، وأنابيب المياه تنفجر، وكأن المدينة تعترض على العمدة مارتينيز. نحن نواجه مشاكل تقنية، نرجو الانتظار قليلاً. نعم، انتظروا قليلاً حتى يجعل ابني العمدة مارتينيز مداناً أكثر أمام الجميع. تعلمين يا أمي، يمكنني التلاعب بأصوات الناخبين. لا يا بني، أريد أن أفوز بشرف وأمانة، أليس كذلك؟ يا سادة، لقد تأخرتم. إشارات المرور عطلت الشوارع. خطأي. أريدكم أن تفعلوا لي شيئاً آخر، أريد المزيد من الفوضى في المدينة. ماذا عن زورو والصوت الوردي؟ نعم، ماذا عنهما يا جاك؟ لقد انتهى نصف البحث تقريباً، سنعرف من هما أثناء إلقائك لخطبة الفوز بالانتخابات. اذهبوا وافعلوا شيئاً يستحق أن يذاع في نشرة الظهيرة. رجال الشرطة كلهم يحلون مشكلة المرور، يمكننا أن نسرق العمدة شخصياً. ولكن أليس هذا ما تفعلونه يا سادة؟ نعم، تسرقون المنصب من رئيسكم السابق العمدة. هذا لا يشكل فرقاً، أنتم عدوان على أي حال. صحيح. أعطني هذا. حسناً، سأفعل. شكراً. إذا كان القتال ما تريدين فستحصلين عليه. في الواقع أنا أريد أن أنام قليلاً، ولكن لا مشكلة في ذلك. أنت تضيع الوقت يا زيزو، سنرحل في دقائق بفضل رئيستنا الجديدة وابنها الذكي. ابنها الذكي؟ نعم، وفي دقائق سيعرف عن طريق الحاسب من أنتما، أنت وفتاة الصوت هذه. كيف؟ كثير الكلام. برناردو أجبني، حتى شبكة المحمول لا تعمل. أحسنت يا جاك. هاي، انتظرني، نحن نعمل سويا. فازت غلوريا شيفيلد بالانتخابات بفارق مهول في الأصوات. يا رئيس، هل سمعت الأخبار؟ السيدة الملعونة أكيد سمعت. إذن ماذا سنفعل؟ بعد أن أنتهي من جمع أشيائي سأبدأ عملي الجديد. وما هو؟ تدمير غلوريا شيفيلد. برناردو، جاك هو عبقري الحاسب وليست أمه. نعلم يا بني، اشرب هذا، أنت تحتاج إلى طاقة. تعلمون؟ كيف؟ برناردو اكتشف أنه ابنها لأن غلوريا كانت على التلفاز أثناء الجرائم، كما أنه اكتشف أيضاً كلمة السر لحاسبه الخاص. دعوني أخمن، حبيب ماما؟ إنها مناسبة، ولكن لا، إنها الغبي الأحمق. حسناً، جاك العبقري لديه برنامج لمعرفة هوية زورو والصوت الوردي. البحث أوشك أن ينتهي، بقيت دقائق قليلة. أقدم لك عمدة المدينة الجديدة، فلتعانق أمك. حاول أن توقفها. يا بني لا تستعجل، أعطي برناردو القليل من الوقت. لا أصدق ما يحدث الآن، وفي أهم وقت تحتاج فيه المدينة إلى زورو والصوت الوردي أيضاً. انتهى البحث أخيراً. ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني أن شخصاً ما ثقيل الظل اقتحم حاسبنا. يا إلهي. أنت عبقري يا برناردو، ما زالوا لا يعرفون من نحن.
لحظة واحدة، هل تعرف أنت؟ أنت تعرف من هي الصوت الوردي؟ ولن تخبرني بذلك؟ لا لا لا، لا داعي للغضب. لا مشكلة، أنا لست غاضباً ولست متعجباً أيضاً. أنت الأفضل يا أخي، أنت تحترم الأسرار. هاي، لما لا تكون أنت العمدة؟ كم حلمت بهذا اليوم، نهاية العمدة مارتينيز، والآن الحلم تحول إلى كابوس يا سينيوريتا. لا تتحدث معي، لقد تركتني اليوم وحدي. أنا آسف، ولكن إذا لم أرحل لكانت جلوريا وابنها عرف من نكون أنا وأنت. أنت جاد؟ أنا لن أكذب عليك أبدا، وخاصة أننا الآن أمام عدو خطير جدا. شيفيلد امرأة قوية جدا، لن نستطيع إيقافها إلا إذا تعاوننا أنا وأنت، ولكن أولا يجب أن نثق ببعضنا تماما. هل تقترح ما فهمته الآن؟ انتظر، أنت متأكد؟ لقد ائتمنتك من قبل على حياتي، لا مشكلة في هذا. دييغو دي لا فيغا، إنها مفاجأة. ليست كهذه المفاجأة. ماريا، كنت أعلم.